في البلد تانية وتتغرب تسيب أحباب تسيب وطنك كمان أهلك والحلة والشلة وناس البيت، قاطع قلبك الطرحال ظروف والله ما بالإيد تسافر لبلد تانية. من اللي بيفهم كمان لغتك؟ من اللي بيعرف كمان جنسك؟ من اللي بيفهم كمان لغتك؟ من اللي بيعرف كمان جنسك؟ وقاطع قلبك الطرحال لكل المغتربين خارج الوطن الحبيب. عبر قناتنا فردنا مساحة نرسل فيها كل تحايا وكل أشواقك من أي موقع في أي حتة، وهاك الهاتف ظاهر ليك تحت الشاشة أغنية تعبر عن إحساسك. مساء الحب ومساء الجمال ومساء الفل لكل الناس اللي بتشاهدنا في كربوع الوطن الحبيب خارج الوطن الحبيب، لكل المغتربين خارج البلاد، لمتابعي وعشاق برنامج الشوق مطر مساء الخير عليكم وجمعة سعيدة على الجميع. نسمع ضربة البداية ومن ثم نعود. الزمان والمكان لغاؤنا المسائية تجدد عبر أمسية مسائية جديدة ومختلفة وجمعة سعيدة على الكل. يمكن فردنا المساحة لكل متابعي وعشاق برنامج الشوق مطر لكل المغتربين خارج الوطن الحبيب، تحية حب وتحية شوق ولكل المغتربين في المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الكويت وفي قطر وفي عمان وفي ليبيا ولبنان، كل المغتربين خارج الوطن الحبيب. فردنا لكم يمكن المساحة دي في أنه توصلوا كل تحاياكم وكل أشواقكم لكل أهلكم وين ما كانوا وين ما حل بيهم الزمان والمكان. نسعد جدا بكل الاتصالات ونسعد جدا بكل الرسائل عبر صفحتنا على الفيسبوك. كل المغتربين خارج الوطن الحبيب مساء الخير عليكم. يمكن إحساس المغترب بيكون إحساس صادق، وشوق المغترب شوقه كبير. يمكن كلمة وداع، كلمة فراق، كلمة اغتراب، كلمة سفر، كلمة ترحال هي كلمة بتدل عليه وجعه إنه يا أخي أنا مودع أخوي ولا أختي ولا المغترب لأي دولة كان. يمكن الكلمات دي هي بتحمل نوع كبير من الوجع ومن الألم، لكن نحن يمكن قربنا لكم المسافة عبر برنامج الشوق مطر في أنه تحيي كل أهلكم هنا في السودان، في القريف، في الشرق، في الشمال، في الجنوب، كل المغتربين. نحن فردنا لكم المساحة دي، بنسعد جدا بكل اتصالاتكم ونسعد جدا بكل رسائلكم وكل تحاياكم، إن شاء الله تكون وصلت لكل أهلكم وين ما كانوا. يمكن هواتفنا ظاهرة على الشاشة لكل المغتربين خارج الوطن الحبيب، وإن شاء الله جمعتكم تكون جمعة سعيدة وجمعة مختلفة لكل المغتربين. يمكن تفاصيل الجمعة هنا في السودان هي تفاصيل مختلفة، لكن نحن حابين برضو المغترب نشاركه في جمعته هي بتكون كيف، شكل الزيارات، شكل الوجبات، شكل التفاصيل اللي بتكون هي موجودة في يوم الجمعة، شكل المناسبات، الزيارة أصحاب لبعضهم البعض. خاصة في المملكة العربية السعودية يمكن المغتربين يوم الجمعة بكون يوم تجمع لهم، يمكن الوجبة هي بتكون مختلفة، تفاصيل الجمعة بتكون مختلفة، الفطور، الغداء، العشاء. وفي ناس برضو بيضيفوا لمسات في انه يا اخي يخرجوا للاماكن الترفيهيه في 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 الاغتراب. طبعا شكل الجمعه ما زي هنا في السودان، جمعتنا اكيد هنا مختلفه بلمه الاهل، العمات والخالات والحبوبات، وشكل الاعراس اللي بيكون دائما احنا يمكن اعراسنا بتكون هي يوم الجمعه، شكل الافراح، شكل الاطراح، شكل حتى الزيارات اللي بتكون في يوم الجمعة هي بتكون مختلفة. تمشي تزور أهلك وتمشي تزور أحبابك وأصحابك وأصدقائك، واليوم الترفيهي اللي بيكون يمكن خارج المنزل، كله مغترب بيكون عنده ليوم الجمعة يمكن تفاصيل مختلفة. برضو حابين المغتربين إنه يشاركونا يوم الجمعة يوم كنت كيف. أنا بسعد جدا بكل الاتصالات وكل الرسائل لكل المغتربين خارج الوطن الحبيب. Um...
طبعا يعني كلمة اختراب وكلمة سفر وكلمة رحال هي قاسية شديد، في انه يا اخي الغربة مرات بتشيل مننا ناس عزيزين علينا شديد، بتشيل منك اخوك، زوجك، اختك، اي إن كان. طبعا تفاصيل الغربة هي نحن ما معروفة الظروف هي عاملة كيف وخلت المغترب يسافر لدولة تانية او حتة تانية، يترك اهله واحبابه وحلته والشلة وناس البيت وكل التفاصيل دي، خاصة الوالدة دعوتها بتكون دعوة صادقة، في انه انا بتابع في مواقع التواصل الاجتماعي امهات كثيرة بيكتبوا لابنائهم في الغربة وانه قدر شنو الام بتعاني لما يكون ولدها بعيد منها ويكون مغترب في حتة تانية، وشكل الدعوة ذاتها بتكون في كل صلاة كيف، وتقوم من صلاة الصبح تدعي لولدها تقول له ان شاء الله عزاي ترجع تجيني بتين وبتين انا افرح بجناي. و حتى يمكن ايوه وسائل التواصل الاجتماعي هي قربت يمكن المسافات، لكن طبعا ما زي لما تكون انت قاعد في حتتك وموجود. يمكن يعني الام بيكون إحساس مختلف، بيكون وجع مختلف، بيكون يعني شوق مختلف، في إنه يا أخي بتدعي كل صباح إنه ربنا يرد غربة ولدها ولا بنتها ولا زوجها، في إنه يا أخي بتدعي له كل صباح، حتى الوالد بيكون هو دعواته صادقة يعني في إنه يدعي أبنائه. الغربة هي مرات الغربة حارة والغربة قاسية، وكونك انك انت تختار انك انت ترتحل وتقترب من وطنك وتسيب اي حاجة وتمشي لحتة تانية، اكيد الظروف هي كانت ظروف يعني قاسية شديد هي خلتك انك انت تغترب لحتة تانية، وان شاء الله من هنا ربنا يرد غربة كل مغترب ارتحل وسافر وودع اهله واحبابه وبالسنين. يمكن ناس في ناس مغتربة بعمر وفي ناس مغتربة بسنين، وان شاء الله ربنا يرد غربة كل مغترب. التحية لكل المغتربين في المملكة العربية السعودية، بنزعل جدا باتصالاتهم وبرسائلهم، دائما هم بيكونوا احساسهم احساس صادق في انه يا اخي بيوصلوا تحاياهم واشواقهم، بيكونوا مساهرين لحد ما يجي برنامج الشوق مطر، منتظرين انه بيفارغ الصبر ومنتظرين انه بيشوق وبيلهفه بتين يجي عشان يرسلوا كل تحاياهم وكل اشواقهم لكل اهله وين ما كانوا وين ما حل بيهم الزمان والمكان. من يعني من الشعراء كتبوا لي الاختراب، وكثير من الفنانين تقندوا لي الاختراب. يمكن إحساس الشاعر بيكون إحساس صادق، إحساس عميق عبر المفردة والكلمة اللي بيكون بيعبر بها عبر قصائد، وكثير من الفنانين وكثير من الشعراء كتبوا من أجل الغربة. حتى الزول الما مغترب بيوروك وبيحكسوا لك عبر القصيدة أو عبر الأغنية شكل الاختراب بيكون كيف، شكل معاناة المغترب بيكون كيف، خاصة لما المغترب يكون يا أخي بعيد عن أهله وأحبابه، شكل المعاناة ذاته بيكون كيف، خاصة لما مساء يجيه هاتف أو اتصال في إنه يا أخي فقدت زول عزيز عليك، حتى شكل الحزن بيكون كيف، شكل الفرح بيكون كيف، شكل الزول اللي ما بيفهم لغتك والما بيعرفك والما بيعرف جنسك، وكيف أنت بتقدر في فتراتك الأولى إنك أنت تتأقلم على دولة أو حتة تانية، وكيف تعرف أجناسهم وكيف تفهمهم حتى يفهموك. يمكن كل القصائد وكل الأغنيات هي كانت معبرة في إنه توصل إحساس المغترب بيكون إحساس عامل كيف، وشكل المغترب في الاختراب وفي الغربة وقدر شنو بيعاني المغترب من حاجات كثيرة. يمكن الحاجة دي هي قاسية شديد في إنه يا أخي زولي ترجم لك إحساسك، وأنا متأكدة كل المغتربين اللي بيسمعونا من هنا أو كل المغتربين اللي اختربوا لحتة تانية هو نفس الإحساس، نفس إحساس كل مغترب لما يجيب قصيدة أو أغنية فيها يعني منهن سافرنا وسفر الغربة بهدلنا وتسافر كيف تخلينا، وكثير من الأغنيات اللي كانت هي معبرة عن السفر ورتنا إنه يا أخي في الاختراب بيكون كيف وليه ذات السافر وشكل الشوق بيكون كيف وشكل الوداع وشكل الفرقة والتفاصيل دي كلها. أنا بزعل جدا بكل الاتصالات من المملكة العربية السعودية. البدري صديق البرنامج، البدري مساء الخير عليك، إزيك مساء النور كيفك؟ والله الحمد لله في نعمة، الله يديك العافية، كيف صحتك؟
والله في نعمة تامة الحمد لله. أخبارك الحمد لله بصحتك؟ تمام والله يا البدري. أحاشك لليلة الجمعة كيف؟ والله جمعة تمام، إلا فراق الأهل والوطن والأحباب والأصحاب والأسرة. يا سلام، إن شاء الله ربنا يرد غربتكم يا البدري، أيوة والله، لكن الحمد لله على والتحايا كل دي حال. تكون هنا من السودان. نعم والله. الله يديك العافية، الله نفرد لك المساحة في إنك تحيي كل أهلك وأحبابك. الله، التحية ليك والتحية لكل الإصطاف في قناة البلد ولكل متصلي قناة البلد في الليل وفي النهار، والتحية لكل الأهل بقرية البلطاء بريدي الماطوري. بخذ بالتحية الأخ عبد الرحمن عبد العالي يوسف بطة وعامر عبد العالي يوسف بطة وعبد العالي عبد الرحمن عبد العالي يوسف بطة وابنه البدري عبد العالي عبد الرحمن عبد العالي مسمى عليه ربي يخليه، يا سلام، والاخ محمد زين احمد محمد زين احمد بطه، والاخ عبد الرحمن محمد زين احمد بطه، وعبد الرحمن علي عبد الرحمن احمد بطه، والاخ عبد القادر ادريس النور علي، والاخ النور النعيم النور علي، والعم النور العبيد علي إمام مسجد غرية البلطاب، والتحية لمصلي مسجد غرية البلطاب، والأخ بدر الدين الطيب العبيد علي، وبلولة علي العبيد علي، والأخ محمد حمد علي، وعبد الله محمد عبد الله عوض الباري، وأحمد الشيخ علي، وبابكر مقبول احمد بطه، واحمد مقبول احمد بطه، والتحيه لاصدقائي بدرمان يا اخي العم حاج العاتي محمد البشير، وحامد محمد البشير، وعوض حامد محمد البشير، والتحيه لمحمد اسماعيل شرق النيل بالبنبوناب وحاليا موجود بالرياض، والأخ مصعب بالرياض، وأسرتنا الكريمة بالسودان، والأبناء والأخوان بالمنطقة الشرقية الهفوف الإحدى، كل آل بطة، والتحية لكل من يسمع صوت البدر عبد العال، وكل من يعرف البدر عبد العال في الشرق وفي الغرب. إن شاء الله. والتحية لك ولكل الإصطاب والأخوان بدولة الكويت بدون فريد. شكرا لك يا البدري، وإن شاء الله كل تحاياك تكون وصلت لكل أحبابك وأصحابك وأصدقائك معك هناك في الاغتراب ولا هنا في السودان. الزميل العزيز أحمد مكي يمكن بيقدم التهاني والتحايا لأخوه في دولة الإمارات منذر مكي له، وإن شاء الله كل التحايا. نستقبل ثاني اتصال. حسن، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، كيفك؟ مساء الخير وجمعة مباركة عليك. مساء النور. مساء النور علينا وعليك، كيف صحتك؟ تمام والله الحمد لله. الله يديك العافية، وكيف شكل الجمعة معك؟ والله تمام 100%. بتكلمنا من المملكة العربية السعودية؟ نعم، من المملكة العربية السعودية. أهل الجمعة بتاعتكم كيف؟ والله جمعة ما شاء الله، جمعة تمام التمام، واجتمعنا الحمد لله مع إخواننا المهندسين في طرق الكباري، وتناولنا وجبة الغداء. يا سلام يا سلام، ربنا يديم النعم. تكلمنا عن السودان ومعان السودان، ربنا يجعل الرخاء ويزيل البلن من السودان، يجعل الرخاء لكل اخونا السودان اهلنا السودانيين. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. يلا نفرد لك المساحه في انك تحيي كل اهلك واحبابك هنا في السودان. والله تحيه لكم وللتيم العامل ولاهلي بغريه الصراغه جميعا، وكل من يعرف قناه الاهرام بابكر، والتحيه لاهل المنطقه الشماليه بيك. اخونا معتز طلب ابو زيد بمناسبه زواجه في البيمون، ونبارك له الزواج ان شاء الله ولاسرته،
الحاجه اسيا والابن عمار وزين والاخت ساره وهيب وعمار وهند بالمملكه العربيه السعوديه منطقه الاحد الحقوق وابنائها رؤوف وساره وكل من يعرف حسن عبد الوهاب بقريه الصداقه. نهني هنا ابرك محمد النصور بنجاح عمليتي ونقول له الف سلامه لك ونقول له عاجل الشفاء ان شاء الله. ان شاء الله. وتحياتي واصواغي لاخي محمد عبد الوهاب باركر واسرته واحمد بشير احمد وزوجته واخونا يوسف عبد الوهاب واولاده ولكل من يعرف حسن عبد الوهاب بنمره عصام عثمان عمر واخونا احمد محمد زين واحمد رسول الله زروق وبمدني اخونا احمد علي مزعودي واسرته الدكتوره هنادي ووالدتها نعمات وببعشر اخونا عمر محمد محمدين وكل الاهل بطابق والخرطوم وابو ادم محمد مبروك موسى وهاجر محمد احمد الصافي وابناء والاوطيد احفادكم واترك المجال لغيركم. شكرا ان شاء الله كل تحياتك تكون وصلت لكل اهلك. نستقبل عبد الجبار من المملكه العربيه السعوديه. الو السلام عليكم. اهلا بك يا عبد الجبار، كيفك؟ الله يحييك استاذه. الله يديك العافيه، كيف شكل الجمعه معك؟ والله الجمعه يا اخي تمام الحمد لله بخير والتحيه للناس البقواليش يا اخي بيستقبلونا يا اخي، انا اقول لهم يا اخي ان شاء الله ربنا يعيدكم في هذا البلد المقدس. ان شاء الله يا رب. افرد لك المساحه في انك تحيي كل اهلك واحبابك هنا في السودان. اول شيء استاذ يا اخي والله جيت في الغربه يعني من السودان، يعني السودان لما والقعده والاشياء جميله جدا يعني، لكن احيانا الناس في الغربه يعني بتعاني لكل الشغل لكل الظروف يعني، ان شاء الله يا ربنا رد غربتهم. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. تحية خاصة يا أخي لأحمد المبارك وأحمد يوسف وأبن خلون بحييه، وتحية خاصة لهذه المرضى محلية القطينة بحييهم كلهم الخيلات والعمال، والتحية للخال إن شاء الله يا أخي ربنا يعيد سلامتها، والتحية للخال في الهشام وبحييه في الريتنين الأبيض. وأستاذ عندي كذا يا أخي أهل يعني في مناطق جميلة جدا وهم بيسمعوكم في الغربة لكن يقولوا محرفون الحظ يعني الشقيل والعليق وسريدانة والبدعمير حاج موسى وكل المناطق يعني انا بقول لهم لو نحن يعني خرجنا الذاكره ما ذكرناكم يا سلام موجود احبابنا يعني يا سلام كل التواصل معنا كبير جدا يعني يا سلام ان شاء الله كل تحياك. وحقيقه يا استاذه يعني قناه البلد انا احب اشكرها يعني بصوره عامه في الغربه يعني الناس بيستناوا في الصور يعني في برامج حقتها يعني برامج فعاليه جدا يعني يا سلام في الشارع وكل يعني بيقدموا فيها نحن من الغربه يعني حقيقه يعني بنقول لهم بنشكركم على هذه المبادرات هم بيقوموا يعني بشيء جميل جدا يعني الناس تشاهد وتعرف الشارع وبرامج يعني برامج الشوق ده يعني انا بارك ناس في السودان بنتظر يسمعوا اهلهم يعني يا سلام يا سلام يا سلام يعني ولامهاتكم يعني وكل شخص انا بتمنى يعني ما طولش في الغربه يعني وظروف الاطفال والاهل دي يعني بقول الحياه ما كلها يعني غربه وانت جدعان عشان تكون حاجات بتفقد حاجات هناك كثيره يعني. صح والله حقيقه حقيقه ان شاء الله يا عبد الجبار. شفت الناس اللي بيستقبلونا دي عليك الله يرسلونا تحيه خاصه عشانهم حقيقه احنا احيانا بنضغطهم بالمكالمات وهم بيستحملونا. يا سلام يا سلام، ان شاء الله كل تحاياك وكل رسائلك تكون وصلت يا عبد الجبار لكل اهلك واحبابك. نستقبل ثاني اتصال من المملكه العربيه السعوديه. عصام الو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه، كيف الحال؟ كيفك يا عصام؟ بخير والله، كيف حالكم؟ طيبين؟ تمام والله الحمد لله، كيف انت؟ والله بخير الحمد لله. الحمد لله. ها الليلة الجمعة كيف جمعتك في المملكة؟ والله أحلى جمعة وأحلى أيام حلوة جديد، لكن والله ناقصة البلد يا. يا سلام. لما الأهل والأحباب هنا تفاصيل الجمعة في السودان طبعاً مختلفة. مختلفة شديد والله. جمعتكم هناك في السعودية كيف؟ كثيرة يعني مختلفة جداً جداً. جمعتكم هناك في السعودية كيف؟ شكل الزيارات الوجبات وكذا.
والله هو طبعا العادات ان احنا طبعا يروحنا اي مناطق في العالم، هو يعني معروفين الجماعه كسودانيين الناس كيف تفاصيل يعني هو العصيده والتقليه والحياه الطيبه. يا سلام يا سلام، ربنا ان شاء الله يديم النعمه يا عصام. يلا نفرد لك المساحه في انك تتحيي كل اهلك واحبابك في السودان. الله الله يديك العافيه. التحيه والله هذه الجزيره المناقل يا سلام الكلاكله الجديده. تحيه لاخوي الكبير وسام محمد احمد واخوي هشام محمد احمد واخي الصغير هيثم محمد احمد والدكتوره هيام محمد احمد والوالده اسمها محمد النيل. التحيه لكل اهلنا بالشقانيق، تحيه لهم كامل. واول شكرا جدا والله لقناه الهلال من برنامج الظريف وانا اتبت والله يعني قمه الجمال في القناه. شكرا لكم، شكرا لك، شكرا لك كثير. الفريق العامل اللذيذ الجميل ده، تحياتنا لكل الشعب السوداني. يا سلام، شكرا لك كثير يا اخي، احنا بيكم وليكم وعليكم، واكيد فردنا لكم المساحه دي لكل المغتربين خاصه في المملكه العربيه السعوديه. بنسعد جدا باتصالاتهم وبرسائلهم. نستقبل صديق البرنامج احمد الاقر. احمد السلام. مساء الخير عليك. تمام، مستعدين شغالين كثيرا. الله يديك العافيه، كيف صحتك؟ والله نعم الحال، شنو يا والله رايتك؟ قبل ما ضربت لهم قلنا نتواصل معهم نجيبهم في القناه نجي نزوركم ساكت. ما انا في السودان. احمد انت جيت السودان؟ جيت والله السودان. يا سلام، الحمد لله على السلامه. وليه ما جيت سجلت لنا زياره؟ نحن كنا منتظرينك بكل شوق. ما سجلت لنا زياره ليه يا احمد؟ طيب وين مكانك؟ وين مغرك؟ وين؟ والله انا القناه دي زعلت منها قديم. نحن حنخلي مهيب في الكنترول يديك الارقام ويوصف لك الموقع بتاع القناه وتجينا زياره طوالي في القناه. طيب زياره، انت بتشتغلي يوم السبت ولا يوم الثلاثاء ولا عندك يوم الاربعاء؟ نحن الشوق ما ترضى يوم الجمعه. كويس. يلا يا احمد حيي اهلك. يمكن احمد بنقول له عوده حميده للبلد، وكان متواصل معانا في انه حيجي السودان وكذا، والحمد لله. انا اقول له الحمد لله على السلامه يا احمد. كذا عدنا لكل الاحباب، لكل متابعي وعشاق برنامج اشواق، مطر لكل المغتربين خارج الوطن الحبيب، تحيه حب لكل المغتربين في المملكه العربيه السعوديه الدائمه. احنا بنسعد بكل اتصالاتهم وكل رسائلهم، وخاصة كل المغتربين خارج الوطن الحبيب بيحملوا رسائل شوق كبيرة. يمكن فردنا لهم المساحة عبر برنامج الشوق مطر في انه يوصلوا كل تحاياهم، كل اشواقهم لكل اهلهم وين ما كانوا وين ما حل بهم الزمان. بنزعج جدا بكل الاتصالات خاصة في المملكة العربية السعودية لكل الاصدقاء، لكل المغتربين. يمكن المغتربين المختلف خارج الوطن الحبيب بيحمل رسائل شوق كبيرة وكثيرة لكل أهله وأحبابه. أنا دائما بقول لكل المغتربين إنه إحنا فردنا لكم المساحة دي عبر برنامج شوق مطر عبر قناة البلد الفضائية، لأنه إحنا بيكم وليكم وعليكم، ونسعد جدا بكل اتصالاتكم وكل رسائلكم عبر صفحتنا على الفيسبوك. يمكن كل المتصلين سعيدنا جدا بكل اتصالاتهم في انه يا اخي بيحملوا رسائل شوق لاصحابهم وتفاصيل الغربه. يمكن من منطقه لاخرى هي بتختلف. يمكن في الحلقه دي انا كل مغترب بساله عن تفاصيل الجمعه، هي بتكون بطريقه، وتفاصيل الجمعه بتكون كيف؟ بيقول لك يا اخي شكل الزيارات للاصحاب وللاهل، شكل حتى الوجبات هي بتكون كيف، شكل اليوم الترفيهي يوم الجمعة. يمكن يوم ترفيهي لكل المغتربين في انه هو يوم اجازة، لكن برضو بيجي بيقول لك يا اخي تفاصيل الجمعة ما زي هنا في السودان، لانه اكيد تفاصيل الجمعة هنا في السودان هي تفاصيل مختلفة، فيها لمسات غير، حتى الوجبات بتكون من الوالدة غير.
خاصة في الجمعة يعني وجبة الفطور وجبة الغداء وجبة العشاء كلهم بيكونوا غير. شكل زيارات برضو يعني كل جمعة في ناس بتخصص انه شكل تيزوروا مثلا الليلة عمتي وبكرة الجمعة الجاية اولاد عمي كده. فأنا بسعد جدا بكل المغتربين في إنه يشاركونا شكل تفاصيل الجمعة هي بتكون كيف، وإن شاء الله كل تحاياكم وكل رسائلكم وكل أشواقكم تكون وصلت لكل أهلكم وين ما كانوا وين ما حل بيهم الزمان والمكان، في القرب في الشمال في الجنوب وفي الشرق. نستقبل اتصال. ألو. ألو، عليكم السلام. عليكم السلام والرحمة. عيد سعيد. عيد سعيد، ازيك؟ الله يديك الصحة والعافية، الله يخليك. كيفك؟ الحمد لله. وكيف الجمعة معك؟ والله تمام الحمد لله. الجمعة ما شاء الله سودانية خالصة يعني، وده اليوم الوحيد يعني اللي بنكون عايشين فيه في السودان يعني، في السعودية هنا سوداني خالص. نعم. يعني توصل للسودان العصيدة والتقلية والنعيمية ما شاء الله حاضرة. يا سلام، شكل الوجبات. الوجبات وخاصة طبوسي قهوة يعني. يا سلام. عيد بنفرد لك المساحة في انك تحيي كل اهلك واحبابك. طيب، تحية لكل الاهل بولاية النيل الابيض مدينة الديين وخاصة قرية مقداد. تحية من كل الوالدة حليم احمد علي موسى والأخوان محمد وأولاده، عبد الرحيم وأولاده، فتح الرحمن وأولاده، نهال ومحمد ومنذر ومصعب. تحية لكل الأهل وللزوجة عمار أحمد الإمام. إن شاء الله يا عيد كل تحاياك وأشواقك تكون وصلت لكل أهلك وأحبابك وبالأخص لزوجتك. يمكن المغترب بيكون حامل رسائل شوق كبيرة وكثير وشديد، خاصة لأفراد الأسرة، للأم وللأب وللزوجة وللأخت. ربنا، أنا دائما بقول ربنا يرد غربة كل مغترب، يعود لوطنه ولأحبابه ولأهله ولأصحابه للحلة والشلة وناس البيت، ويجي إن شاء الله يعيش هنا وسط أهله وأحبابه. إن شاء الله ربنا يرد غربة كل مغترب. فردنا يمكن المساحة دي لكل المغتربين خارج الوطن الحبيب في إنه يوصلوا كل تحاياهم وكل أشواقهم لكل أهلهم وين ما كانوا وين ما حل بيهم الزمان والمكان. نحن يمكن ساعة على مر الزمان في إنه توصلوا كل تحاياكم كل أشواقكم لكل أهلكم، وإن شاء الله كل تحاياكم تكون وصل لكل أهلكم. نستقبل ثاني اتصال من المملكة العربية السعودية. عبد الله. ألو. يا مرحبا. يا عبد الله، ازيك؟ الله يديك العافية. كيف صحتك؟ والله الحمد لله. الحمد لله. كيف شكل الجمعة في المملكة العربية السعودية؟ والله الحمد وشكر الله. الحمد لله. يلا نفرد لك المساحة في انك تحيي كل اهلك واحبابك. الله يديكم العافية. اول شيء بحيي اهلي والله في منطقة شرق الجزيرة في مناطق رفاعة. نعم. وحي المنطقة الشعر قال الغربة طيب أمر لكني قاعد بالجبر فرقة وكمان حالا فقر عزبني قبل صلاة الظهر. يا سلام. فنحن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا بأهلنا في السودان ونكون موجودين معهم. وحي أسرة أخونا عبد الوهاب الزاكي بالهلالية، وبحي الجماعة كلهم يعني إن شاء الله ربنا رجعنا اليوم بالعافية والسلامة. وبحي أخواننا في الدمام هناك وفي الرياض، باش مهندس حمد النيل وباش مهندس محمد مبارك
واخونا محمد الامين من الاسئلات، وكل الجماعه والموجودين معانا في شركه الجري، والموجودين معانا واخونا مجاهد العشاري بينبع، واخواننا من منطقه مرزوق في رفاعة، كلهم الموجودين هناك في السعودية، في بدور، في الواسطة، في المناطق اللي حواليها في المدينة. وحي ابني أحمد عبد الله في جدة، والابن مهند باحوت معه هناك كمان في جدة، وكل الجماعة، وإن شاء الله ربنا يجمعنا بكم في الساعة خير. جزاكم الله خير، وبرنامجك والله مريح جدا جدا، وانا بتابعكم من زمن. الله يديك العافيه. الله يديك العافيه، شكرا لك. شكرا لك، شاكرين جدا لكل المتصلين، لكل المغتربين خارج الوطن الحبيب، وان شاء الله كل تحاياكم تكون وصلت لكل اهلكم وين ما كانوا، وين ما حل بيه الزمان. وشكرا فريق العمل، ان شاء الله لحد ما نلتقي في حلقه اخرى. مع السلامه.